نكمل مع بعض إن شاء الله. في ناس بيبقى عندهم فيجرات بالشكل ده، بار تشارت بيسموه أظن، فهل أنت تعرف تطلعها ولا لأ؟ هل الشكل 3 دي ده حلو؟ يعني ده أظن مرسوم بالإكسل، هل ده حلو؟ هل أنت عندك تعديل عليه؟ أنا برضو عايز ألفت نظرك دايماً إن أنت إيه، تفكر بعقلية الناقد، إنه مش معنى إن هو طلع في المجلة بالشكل ده إن هي دي النهاية، أنت عندك حاجة أحسن؟ حتى في اخراج البحث تعرف تطلعه بشكل احسن. طيب لو انت عرفت ترسم ده زي ما قلت لك، انا ممكن اقدر، هو الراجل حاطط لك الداتا يعني اهوت بالفعل، فانت تقدر انت معاك الداتا اهي اوريدي مكتوبه، ارسم الفيجر مره ثانيه وطلعه بشكل افضل. طيب ده كان فيجر ايه؟ بص بقى، هو الفيجر الاساسي كان عامل كده في البحث، تعرف انت تطلع دول؟ انا عايزك تطلع الرسمه دي على الوورد، يعني ارسم الرسمه دي زي ما هي واكتب هنا اي بي سي دي واقفلهم مع بعض واعمل الخطوط دي كده، او خرجها بشكل اجمل، بس انا يهمني ان انت معاك صوره، شايف دي صوره واحده، انا طبعا مصورها من ملف PDF في البحث، لكن انا عايزك انت تعرف تطلعها صوره واحده على الوورد مقفوله، فاهمني؟ لان ده انت لو انت عندك شغل قريب من كده هتعرضه بالشكل ده بالفعل في ابحاثك، الفرق الوحيد ان هتبقى الداتا بتاعتك انت. طب ما تتعلم ترسم في الداتا بتاعت غيرك، بدل ما تبقى معاك الداتا بتاعتك ومحتاس مش عارف ترسم، اتعلم احتاس بس في الداتا بتاعت غيرك الاول، تمام؟ من ضمن الحاجات المهمه انك ترسم جرافيكس، مش هنوصل مع بعض لمرحله الفوتوشوب يعني قوي للدرجه دي، بس في برامج تانية جنب الفوتوشوب زي الانكسكيب، الباوربوينت نفسه ساعات بيرسم جرافيكس حلوه، بس انت ساعات بتحتاج ترسم جرافيكس، وعينك لما تتعود على النظر في الابحاث هتشوف الناس بترسم جرافيكس. مثلا فيجر زي كده، لو انت شغلك ده شغل خلايا شمسيه، او يعني اظن خلايا شمسيه او سين فيلم حاجه زي كده، في الاخر لو انت شغلك قريب من كده ولقيت باحث عامل الرسمه دي، فكر ازاي تقلدها، دي رسمه بسيطه مش صعبه، فكر ازاي ترسمها زي ما، وحاول تقلدها فعلا حتى لو دي مش من المواد بتاعتك، بس قلدها علشان في يوم من الايام ممكن تحتاجها وتنفعك، فتاكد ان انت بتعرف ترسم على الباوربوينت او على اي برنامج انت عايزه بالطريقه دي. دي مثلا رسمه مرسومه في بحث او جرافيكال ابستراكت، يعني ملخص مرسوم قدام الناس، وكلمتك يمكن عنه في فيديوهات فاتت. ساعات في مجالات بتطلب جرافيكال ابستراكت، وساعات في باحثين جوه البحث بيحط لك رسمه زي كده، بيفهمك ايه اللي حصل، ازاي حضر الماده مثلا، فدي رسمه بسيطه خالص، دي شويه دوائر وشويه مربعات واسهم، فتعلم ازاي ترسمها. نفس الفكره دي رسمه اصعب سنه، فيها بقى مش عارف شكل بكتيريا او حاجات زي كده، تعرف تطلع حاجه زي كده ولا لا؟ التخصصات الطبيه بيبقى عندهم ميزه ان في مواقع اونلاين بتحلهم ايقونات زي كده مجانا، فممكن يرسموا منها. التخصصات البايوميديكال عامه، البيولوجيه والطبيه، لكن الشغل العلمي والفيزياء والكيمياء والحاجات دي بتبقى صعبه شويه، لكن مثلا دي مطلوبه، رسمه زي كده، دي رسمه خلايا شمسيه بقى فعلا، تعرف ترسمها؟ لو انت شايف خلايا الشمسيه حتى لو دي مش بتاعتك، تعرف ترسم زي كده؟ علم نفسك الكلام ده، ده كلام مهم. طيب في برامج تانية للاحصاء، في ناس ما عندهاش شغل احصاء كتير، وفي ناس عندها شغل بايو ستاتستكس وده تقيل قوي وبيدفعوا له مثلا فلوس علشان يعملوه، وفي ناس مهتمين هو يتعلم بايو ستاتستكس وهو يعمل لنفسه الشغل. انا هنا بتكلم على الالف ب اللي هو الابسط نوع من انواع الاحصاء اللي ممكن تستخدمه. في كذا برنامج، في برنامج اس بي اس اس، في برنامج ميني تاب، في ستاتستيكا، في ار، في كذا برنامج تاني، الاكسل نفسه ساعات بيعمل، اظن بيعمل حاجات زي كده. انا يهمني انا مثلا في الشغل اللي اتعودت عليه شغل الريجريشن الانحدار، ان انت تعمل احسن خط ما بين النقط وتطلع الار سكوير. طبعا احنا مش هنخش بقى في الاحصاء دلوقتي، بس الار سكوير ده بيعبر عن الخط ده قريب قد ايه من كل النقط دي، يعني بيمثل النقط دي بمقدار قد ايه. المهم انت في الاخر لو انت عندك داتا زي كده تعرف ترسمها ولا لا، يعني انت عندك النقط دي تعرف تطلع لي الخط ده ولا لا، تعرف تجيب المعادله بتاعته وتعرف تطلع لي رقم الار سكوير ده ولا لا، وهكذا. تعرف ترسم الرسمه دي، تعرف تطلعها لي بالنقط، انت تعرف ترسم النقط خلاص انت اتعلمتها في البرنامج اللي فات، تعرف ترسم النقط دي وتطلع لي الخط معاهم، تعرف تغير لون الخط ده، ده تعمله بلون ده تعمله بلون، تعرف تخلي الار سكويرد دي بنفس لون الخط ده والار سكويرد دي بنفس لون الخط ده، هو ده شكل اخراج حلو للبحث. تعرف تكتب هنا سي وهنا دي، يعني مثلا سي دي المفروض تكون مثلا زي ما هي فوق كده، دي المفروض تكون فوق كده برضه، دي شايف نازله لتحت كده شكلها مش حلو، المفروض زي ما سي دي قرب الاخر كده، دي المفروض تكون قرب الاخر، هكذا. تعرف ترسم الرمز ده، لو الرمز ده مهم في شغلك تعرف ترسمه على البرنامج اللي انت بترسم عليه، الكلام ده كله مهم. طبعا مش محتاج اقول انت محتاج تقرا ملفات PDF الابحاث، فلازم يكون عندك ادوبي، لازم يكون عندك او فايرفوكس، اي برنامج تاني انت ترتاح له. انا فوجئت ان في ناس على اللاب بتاعها ما بقاش في برامج بي دي اف، دي مشكله كبيره. انا هنا بنصحك ان انت يكون عندك البرنامجين ويمكن ثلاثه كمان، ليه؟ ساعات البرامج بتضرب لوحدها كده، فدي بتبقى مشكله كبيره. تاني حاجه، انا ساعات بضطر افتح البحث من برنامجين غير بعض لاسباب كتير يعني، بس بفتح نفس البحث في برنامج ونفس البحث في برنامج تاني، علشان مثلا برنامج بيسهل لي ان انا اخد كوبي، مثلا لو انا عايز اخد كوبي من حته، في برنامج تاني اداه التصوير بتاعته اسهل، في برنامج تاني بيخليني اكتب كومنتات. فلو انت مش متعود تكتب بايدك ومتعود تعمل كل شغلك على اللاب،
شوف البرنامج الاسهل بالنسبه لك. في برنامج بيعمل لك هايلايت حلو، يعني ممكن اعلم على جوه الملف نفسه البحث، اعلم عليه بالاصفر كده او بالاخضر عشان افتكر ان دي معلومه مهمه. فدي حاجه ترجع لك انت. برضو هتلاقي على اليوتيوب كتير شرح عربي وانجليزي لاستخدام البرامج دي وازاي تتعامل معاها والفنيات اللي فيها. بعد كده برنامج البرزنتيشن، دي حاجه مهمه ان انت تتعلم ازاي تعرض شغلك. انا بفاجئ ان في ناس ميعاد المناقشه بتاعته قرب ولسه واقف، لسه ما جهزش شغله وحاجته، ولسه في حاجات في الباوربوينت لسه ما يعرفهاش. في برنامج تاني اسمه بريزي، شفت ناس من الزملاء اللي بيستخدموه، بس انا بصراحه ما يعني ماليش خبره فيه، وانا الباوربوينت هو الاساس بالنسبه لي. فانا بس منبهك للبرامج دي، فما تجيش انت من قبل ما تسجل ومن قبل ما تخش بحث علمي اصلا، ممكن تاخد كورس باوربوينت تتعلم يعني ايه باوربوينت. تمام، تتعلم باحتراف يعني، ما تتعلمش بيسكس بس، لو في ادفانس تتعلمها. ديجيتاليزيشن دي ما بيحتاجهاش ناس كتير، بس الديجيتاليزيشن معناها ازاي اطلع داتا من صوره مرسومه قدام مني. فمثلا انا ساعات ببقى محتاج اخد النقط دي من الباحث، ليه؟ عندي مثلا 6 باحثين رسموا الداتا بتاعتهم، وانا محتاج اخدها علشان ارسمها لهم تاني في الفيجر بتاعي وارسم الداتا بتاعتي واقارنها بيهم. وده بيبقى عادي طبيعي، انا هحط الريفرنس في الاخر في فاهم، دي مش قضيه، انا هكتب ان الداتا دي جايه من فلان الفلاني، الداتا دي جايه من فلان الفلاني مثلا. فانا محتاج طبعا، دي نقط كتير مش هينفع اخدها بالتقريب، لازم اخد النقطه دي احداثياتها بالظبط. في حاجه تانية مثلا، دي صوره ميكروسكوب، هو هنا في الميكروسكوب بيقول لك ان المسافه من هنا لهنا 20 نانومتر مثلا، انا عايز اجيب المسافه من هنا لهنا، عايز اجيب قطر الدايره دي، عايز اجيب قطر الدايره دي، فمحتاج اعرف الدايره دي قد ايه. فمحتاج برنامج اقول له بص المسافه دي من هنا لهنا 20، هو طبعا ما يعرفش ايه النانومتر بقى، فانا هقول له المسافه دي من هنا لهنا 20، هو هيفهم بقى. فطبعا هيعد البيكسلز وكده، دي مش قضيتنا يعني، المهم هو هيفهم المسافه من هنا لهنا 20، احسب لي بقى المسافه من هنا لهنا كام، احسب لي من هنا لهنا كام، احسب لي من هنا لهنا كام. ده بيحتاج في برامج ديجيتاليزيشن موجوده. انا كياسر بشتغل على موقع اونلاين مجانا اسمه ويب بلود ديجيتاليزيشن، في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمك عنه، او هتلاقي له شرح عنه على يوتيوب. يعني انا لو لقيت له شرح على يوتيوب يبقى خلاص، انا بحيلك عليه ان انت ممكن تدور على يوتيوب تعرف ازاي تشتغل على موقع زي كده. خلي بالك ان كلمه ديجيتاليزيشن ساعات بيبقى ليها معاني تانية عند الناس بتوع الجرافيكس والكمبيوتر ساينس والكلام ده. انا هنا زي ما بقول لك، يهمني انه في بعض التطبيقات بتحتاج كده، لما انت تلاقي صوره زي كده، صوره ميكروسكوب او حد بيصور بكتيريا او بيصور الحاجات دي، وبعدين يقول لك ابعاد من على الميكروسكوب، لازم تبقى فاهم هو جاب الابعاد دي منين. ساعات وهو بيصور على الميكروسكوب بيطلب من اللي بيشتغل على الميكروسكوب يعمل له الابعاد دي، وساعات اللي بيصور لك على الميكروسكوب بيبعت لك صوره زي كده بيقول لك اتصرف انت بقى مع نفسك. فانت برضو فكر في نقط زي كده عشان تعرف هل تتعلم البرنامج ده ولا لا. هنكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع بعض اخر نوعين من البرامج، عشان بس ايه ما نطولش الفيديو، نكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي.